هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة وكذلك العصر؟ يجوز، لكن الأفضل أن تفصل كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل. وإلا يجوز تسرد الأربع في سلام واحد، هذا في النهار، أما الليل لا، ما يجوز. ما يجوز إلا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.